الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار يا رب العالمين، وأسأله أن يبلغكم رمضان وأن يجعلكم فيه من عتقائه من النيران. واللهم ارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واشف كل مريض يا رحمن، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعلنا في ذاك الشهر من الفائزين يا أكرم الأكرمين. أحبابي، سؤال أسأله قبل الحديث عن رمضان: هل رفع رمضان في العام الماضي لكم أم لا؟ الجميع قد صام، والجميع قد قام، والجميع معاشر الأحباب قد تقرب لله في العام الماضي بأعمال، لكن للأسف أن بعض الناس لم ترفع أعماله إلى هذه الساعة. وما استفاد من رمضان في العام الماضي؟ لأن بطنه صام أما قلبه ما صام، وذلك المراد به الآثام التي في القلوب من القطيعة، الهجر، ترك السلام على الناس، وجود القلب وقد امتلأ غل وتدابر، ما يسلم على فلان وهاجرنا فلان، وله سنة ما راح لفلان. وهذه المصائب تجعل رمضان يحترق ولا يستفيد الصائم من صيامه. أكبر مصيبة في الحياة أن تأتي مواسم الجنة لنا وقد مات غيرنا، ونحمد الله وبعد يومين بنقول الشهر مبارك. أي مبارك؟ أي مبارك وأنت في العام الماضي ما رفع صيامك؟ لأن بينك وبين ولد عمك مشكلة، وبينك وبين أخوك قضية، وبينك وبين الجار وقفة نفس. أي مبارك هذا ورمضان يصوم فيه الصغار قبل الكبار؟ الصيام ليس صيام البطون، الصغار ترى أفضل. ما تلاحظون الصغار إذا تطاقوا وتهاوشوا وتضاربوا الصباح يصلحون قبل الظهر، وإن الكبار يبين 7 سنين على الأقل حشان نصلح. ولذلك قلوب الصغار أفضل من قلوب الكبار. أحباب، الاستقامة ليست أن تكون مصليا فقط، ولا أن تكون صائم فقط، ولا أن تكون تالي للقرآن فقط. الاستقامة الحقة أن لا يكون في قلبك على مسلم غل، لأن لو فيه غل ما يرفع فوق رأسك ولا تتجاوز صلاتك ولا طاعاتك أذنيك. ولذلك سمى الحبيب الحالقة البغضاء، أي بغض في قلبك يتجاوز 3 أيام ما ترفع صلاتك. قال إياكم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، تحلق الدين. ومن هجر مسلما فوق 3 أيام، اسمع يا أبو 3 سنين و3 أشهر، من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، الحديث صحيح. ومن هجر مسلما فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، كأنه قاتل ولد عمه ولا أخوه ولا جاره إذا كان سنة ما يسلم عليه. أحبابي، رمضان ليس شهر الجوع، شهر التقوى، والتقوى مين في البطن، التقوى في القلب. قال لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تعطشون. ليس الله في غنى عن صيام من كان في قلبه غل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك شهر شعبان باقي فيه أسبوع، وأنا طالبك طلبة، باقي أسبوع ويغلق الباب ويفتح رمضان. تدري الأسبوع هذا ما به؟ هذا هو شهر رفع الأعمال. حبيبنا يقول عن شعبان إنه شهر الأعمال، يعني أعمال السنة كلها ترفع في شعبان. ولن ترفع أعمال متقاطعين ولا متهاجرين ولا متشاحنين. تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أحبابي، قبل المقاضي لرمضان، وقبل ما نصلح المكيفات، وقبل ما نقضي للعيد،
وقبل ما يكون بعضنا شايلين هم رمضان وذبيحة رمضان ومقاضي رمضان وينتهي وينتظر يوم 25 في شعبان قبل هذا يا أخي صلح قلبك جعلك في الجنة قبل ما تصلح المكيف وقبل ما تأتي بمقاضي رمضان أطهر قلبك صل رحمك صل من هجرت ولا تقول هو المخطي أنت مخطي لأنك مهما بلغت جريمة ابن عمك وأخوك وغيره يبقى أنك مخطي إذا تجاوز 3 أيام ما سلمت عليه لك حق خذه في المحكمة لكن يبقى أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه قال الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 في 3 أيام بعدها تغلق الأبواب لا تقول لي أنا طويل مطوع ولا مبتر ولا شايب ولا صغير هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة المخمومة قال الحبيب أفضل الناس مخموم القلب طهور صدوق اللسان طهور مخموم القلب اللي ما في قلبه أي غل على مؤمن يقول هو اللي يخطأ هو اللي فعل ولو كان اسمع عرض محمد بن عبد الله قذف بأبي هو وأمي ورضي الله عن أمي وأمك عائشة ومع ذلك قال الله عن قاذفها وليعفوا وليصفحوا يا أخي ما في مشكلة أعظم من عرض محمد وأمر الله بالصلح وأمر بالعفو وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم وش المشكلة اللي عندك اللي أعظم من عرض محمد بن عبد الله ألا حياء من الله أحبابي جعلكم في الجنة الله يبلغكم الجنة ورياض الجنة وشهر الجنة يا أخوان الصيام صيام قلب ما هو صيام بطن القضية أن قلبك لا يكون في أحد من الناس غل في 3 أيام أنت أخبرني من متى ما تسلم على ولد عمك من 3 سنين من 3 سنين ما رفع لك صيام رمضان والله إن بعض المسلمين الآن يدخل في شهر رمضان القادم ورمضان الماضي والله ما بعد رفع إلى الآن يا أخوان ارحموا أنفسكم الغل اللي في القلب هذا طلعه رح طق الباب عليه وسلم ولو كل كبير ولو هو الصغير ولو هو المخطي ولو كل مجدي يبقى قضية أن الله جل وعلا إذا رأى العبد يصفح عن الخلق عفى عنه ومد في أجله وأصلح ذريته ومد ما تريد طول العمر على الطاعة ألا تريد وفرة المال ألا تريد صلاح الذرية بل إن بعضنا يقطع الرحمة والله قد وحكم على القاطع أن يقطعه بل حكم على القاطع أن يلعنه أعوذ بالله كيف يبات الليلة واحد والله قال في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم المفسدين في الأرض ما هم قطاع الطرق بس ولا مروجين المخدرات بل والله معهم قطاع الرحم لأن الله في القرآن ما لعن قطاع الطرق وما لعن السراق اللي يسرقون ما لعنهم مع أنها تقطع يديهم لكن لعن قاطع الرحم في القرآن لعنه فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أجارني الله وإياكم من لعنته رمضان قادم ويحتاج إلى قلوب جديدة ما يحتاج ثلاجة ولا يحتاج مكيف ولا يحتاج مقاضي يحتاج قلب جديد سليم اللي جعل بعضنا أعماله ما ترفع وصدره ضايق وعياله دشروا وامرته ما فيها بركة وحلاله ما فيه خير وصدره ضايق وجهه مسود الله إذا رأى القاطع قطعه فقد قال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ما من ذنب يعجل الله أسمع ما هو في الآخرة العقوبة بس في ذنوب في الدنيا الله يعجلها ويعجل عقوبتها ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم الرسالة الأولى في رمضان قبل ما نقول الله يحيي رمضان وقبل ما نرحب برمضان أنا طالبك في هال8 أيام الجاية رح لأرحامك واصلح واعفو ووسط من تريد أن توسطه حتى تدخل في أول أبواب الجنة في رمضان بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه يبعث حديث صحيح يبعث يوم القيامة قاتل مو هو على كيفك تسلم على الانتبي ترى الشيطان لاعب علينا أنا هاجره ماني بجايه ماني بعازمه ماني برايح له مو على كيفك الله يحفظك 3 أيام
الله هو اللي يحق، هو اللي يرتب العلاقات بين عباده، غصب عني وعنك نصل أو يغضب الله ويقطع، ولربما لعن أجاركم الله من قطعه. لذا يا معشر المؤمنين في رمضان، لن أتكلم عن آداب رمضان ولا عن سنن رمضان ولا عن مندوبات رمضان، أتكلم عن قلوب ما صامت. صوم قلبك وكل شيء في رمضان بينفعك، تلاوة القرآن بتستفيد منها، التسبيح بتستفيد. اللي خلانا ما نستفيد وما نتلذذ أن بعضنا يلبس الثوب الجديد في رمضان في العيد والله ما قبل منه. إخواني إخواني، والله إن الفرحة في العيد حرام، والله إن الفرحة في العيد حرام على من كان في رمضان قد قطع رحما أو هجر مسلما. ليه حرام؟ لأن الله قال أما ترضين أن أقطع، وإذا قطع الله عبدا حرم السعادة أن تدخل قلبه، وحرم الانبساط والانشراح أن يدخل قلبه. أنا ما جيت أضيق صدوركم، لكن يا الربع ما بقى إلا 8 أيام، وبعضنا كل ما قيل له سلم على فلان قال معصي. أنا الزبير، وش سبير؟ ما في سبير، اللي تحت الأرض ما في كبار وصغار، في خيرهما خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. أعيدها، أهل الجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه شروط دخول الجنة ومسوغات دخول الجنة، أن القلب يكظم غيظك. يقول يا شيخ هذا ما يستاهل، ما يسوى التالية من الغنم، ولد عمي ذا والله ما يستاهل السلام. الله يبشرك بالخير، الله إذا بغالك منزلة في الجنة يسلط عليك واحد من بني عمك ولا جماعتك ولا جيرانك ينكد عليك. صبرك عليه هو الذي يبلغك الجنة. الله أكبر، صبرك عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لصحابي يقول يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم. ترى الرجال ما هو برخمة، رجال يأخذ حقه وحق جماعته لكن تاركها لله، رجل قوي لكنه متنازل عنها لله. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. عارفين الملة؟ الله يكفينا الشر، ما هي بالقرص الجمري تنجحها الملة من شدة النار اللي فيها. هذه الملة كأنك ترميها على وجوههم إذا كنت تصل وهم يقطعون. ولا يزال معك من الله من الله عليهم ظهير. إذا الرسالة الأولى الله يحفظكم، رمضان يحتاج إلى صيام القلوب، ثانيا صيام العيون. بعد المغرب وش يصير في القنوات أحبابي؟ وش يجي في الشاشات؟ ما الذي يعرض على العيون بعد غروب الشمس؟ البعض يعتقد أن رمضان صيام في النهار، أما في الليل كل اللي في النهار ينقلب حلال. من قال لك ذلك؟ رمضان ليله ونهاره سواء إلا في الطعام والشراب والنكاح. في الليل تطعم تشرب تنكح، أما الحرام اللي كان حرام في النهار هو حرام في الليل. ولذلك الشياطين في غير رمضان يقوون، شياطين الجن، أما شياطين الإنس في رمضان فيكونون قد أخذوا وظائف شياطين الجن. هم الذين الآن يذبحون رمضان، مسلسلات مسلسلات وأفلام وبرامج. أحبابي رجل صام بطنه على الحلال في رمضان، إذا صلى المغرب يروح تزني عينه، إن رؤية المرأة رؤية المرأة المتبرجة زنا عين. وكم من ممثلة وكم 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 وكم، إن رؤية الحرام في رمضان تقتل رمضان. فأنا طالبك أن تصوم عينك وصوم عين أسرتك. بعض الأسر ضائعة، عيال النايمين حتى عن صدقون، بعض عيالنا صائمين حتى عن الصلاة، صائمين حتى عن صلاة الظهر والعصر، ولا ينامون الليل كله، ثم إذا أتوا في النهار صاموا عن الطعام وعن الصلاة، وقام قبل المغرب وجهه مادة براطنة مترين، تقول متمضمضن بليمون، ثم يأكل نعمة الله، ثم بعد ذلك يتزني عينه برؤية الحرام.
أيها الأحباب، إن الصيام جنة. الله جل وعلا جعل الصيام جنة وجنة، جنة للعمل الصالح، جنة نستقي منه، نستبرئ من النار ونتقي بالصيام. فيا معاشر الأخيار، صوموا العيون. والوقفة الثالثة، صوموا الألسن. لا تتكلم في رمضان فيما لا يعنيك. رمضان أجمل ما فيه أن نمكث في بيوت الله نتلو كتابه. اختم القرآن كل مرة، يوم مرة، وفي كل يومين أو ثلاث. ما عندك حفظ ما تقرأ، ردد الفاتحة 1000 مرة، قل هو الله أحد 1000 مرة، احفظ لسانك. فبعضنا والله بعد التراويح مع الشبات وصقع الفناجيل يعلق له مسلم بكراعينه ويسلخه: أبو فلان والله ما في خير، أبو فلان رخمه ما في خير، فلان كذاب، فلان جبان، فلان تذوب، فلان. والله ما يبقى لك من صيام رمضان يوم واحد إذا تكلمت في إعراض المسلمين، وكل أعمالك تنتقل إليهم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع صيامه أو طعامه وشرابه. الرسالة قبل الأخيرة: رمضان مدرسة الأخلاق. يعني اللي بعضنا الحين إذا جاء صايم وجيت تكلمه قال ترى واصلت اللي هنا، عفا يا أبو فلان، احنا صايمين منا بنتضارب، صايمين يعني من شرحة نصدورنا. بعضنا تلقاه قبل المغرب ظميان جوعان يمشي 130 140، وتلقاه يسب الناس ويلعن. حبيبنا يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني أن رمضان مدرسة الأخلاق، يجب أن تكون وجوهنا بشوشة، وأن نقول للناس إني صائم. في واحد أحبابي، هذه دعابة جميلة، رجل وقفت عنده في حائل وكنت عند الإشارة، وهو رجل قد اشتعلت لحيته شيبا يعني في 50 سنة، وفي شاب من المستعجلين معه عجرة رأسها متورم وقد نزل بها من السيارة، وواقف يريد أن يضرب هذا الرجل اللي في السيارة. فيقول الشاب للرجل الوقور: إذا كنت رجال انزل. قال: من قال لك أني رجال؟ الله يحفظك، أنا ماني برجال، دور عن الرجال خارج، أنا ماني برجال، رحل أهلك الله يحفظك ويسع. فلما أن بلغت المسجد، أن كلنا رايحين المحاضرة، قبلت رأسه فالتفت إلي: ليه يا شيخ؟ قلت: والله أني سمعت عن الحلم، لكن أشهد بالله أنك صاحب خلق سليم، خلق جميل. لو أنك قلت الرجال غصبا عنك وقمت وتضاربت معه لقامت الحرب بينكما، وانبسط الشيطان، يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. أحبابي، أخلاقنا عنواننا في رمضان. نعم، بعضنا أخلاقه إذا صائم واصلت معه مادة شفايفه إلى براطمة مادة، وخاصة أخواني يسمحون لي المدخنين، تلقى المدخن أول يوم وثاني ولا راعي القهوة. وحاشا أن أقارن الدخان بالقهوة، القهوة يا الله من فضلك، فنجال الكيف واليوزن رؤوس المشاتين، لكني أتكلم عن بعضهم إذا فقد القهوة ولا الدخان ولا غيره، صارت عيونه قدامها سراب، واللي يتكلم أمامه والله ما تسلم من يده ولا تسلم من لسانه. ولذلك أقول إن رمضان مدرسة الأخلاق، فلنغير أخلاقنا، لأن الأخلاق أكبر سبب لدخول الجنة. تدري وش أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ الصدقة؟ لا. الصيام؟ لا. الحج؟ لا. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أعظم عمل يوم القيامة في ميزانك ليس حجك وليس صيامك وليس تلاوتك، أثقل ما يثقل الموازين يوم القيامة حسن الخلق. يا الله من فضلك، بل إن العبد يوم القيامة يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أحبابي، هي مدرسة الأخلاق أيضا، ونربي أبناءنا على الخوف من الله. آخر رسالة: لماذا ما نشرب الماء في النهار يا أخوان؟ إذا اختفى أطفالنا توزوا، ليه ما يفطرون؟ لماذا بعض أبنائنا في رمضان لو تقول له: يا محمد اشرب، قال: أعوذ بالله، أبوي أنا صايم، أعوذ بالله، تدعوني للفطر؟ خايف من الله؟ طيب إذا جيت بالحالك وش فيك تلعب بالجوال؟
اللي انت ما تفطر عشانك خايف منه وهو اللي تستحي منه اذا جيت بالحالك بالجوال. لذلك نقول لابنائنا ان رمضان مدرسه المراقبه، راقب الله. كما انك ما تشرب الماء في الخلوات لا تنظر للقنوات في الخلوات ولا للجوالات في القناه في الخلوات ولا تدخل النت المفتوح في الخلوات، لان الذي كنت تصوم لاجله سميع بصير رقيب عليم حي قيوم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. أيها الأخيار، رمضان لا يعود كل عام إلا على الأحياء. لو الآن ملك الموت وقف جنب الطاولة وقال الله يمسيكم بالخير، ترى رمضان هذا اللي بيدخل يدخل عليكم آخر رمضان لكم، لن تصوموا بعده. اللي يدري منا ان هذا اخر صيام، اخر رمضان، وش رايكم يا اخوان في صيامه؟ وش رايكم في تلاوته؟ وش رايكم في قيامه واعتكافه؟ يعدل الامور ولا لا؟ والله ان يبكي وان يسجد وان يتلو ويتصدق ويصفح عن الناس، مو هو بيروح يحب ولد عمه من رأى، يحب رجل ولد عمه، مو هو براس ولد عمه، لانه يخشى الا يرفع الله له العمل. احبابي، ولا واحد منا والله لا ندري هل نصوم بعد هذا العام عاما أم لا. فصوموا صيام المودعين، صوموا صيام من لا يدرك رمضانا بعده. فوالله لا ندري، حوادث مرور، سرطانات، أمراض، اطلعوا ناس من بيوتهم ولا رجعوا، ناس ناموا وما قاموا، ناس جتهم جلطات وهم الآن مستلقين على السرر في المستشفيات. يا أخوان، صوموا صوم المودعين وطهروا القلوب من كل غل، وسلموا على من ظلمكم، وقولوا يا ربي اجعل عفونا يا ربي عن عندك واجعل حقنا عليك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وطاعة الرحمن، وأن يرحم كل نفس ما أدركت رمضان. اللهم واشفِ كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا يا أكرم الأكرمين. يا رب، من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا ألبسه لباس العافية واختم له بلا إله إلا الله، ومن كان مريضا فأغنه بالعافية عن خلقك، ومن كان قد مات اللهم أنزل على قبره فسحة ونورا وسعة وسرورا، واجعله في قلب في قبره مطمئنا مسرورا يا أكرم الأكرمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم. أسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه. شكر الله لكم ولأخي الشيخ إمام المسجد ولمن حضر. اللهم اجعل جائزتنا الآن يا أكرم الأكرمين أن ننادى من السماء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.